السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. صحيح، فرض مادة التربية الإسلامية المراقبة المستمرة الثانية من الأسدس الأول لمستوى الرابع ابتدائي. نبدأ بوضعية الانطلاق. بينما كان علي يلعب مع أصدقائه في ساحة الحي، جاء إليهم طفل معاق يريد اللعب معهم، لكن أصدقاء علي رفضوا ذلك مستهزئين ساخرين منه لأنه معاق ولا يستطيع اللعب مثله. هذه هي وضعية الانطلاق. ملي جا هذاك الوليد معاق بغى يلعب مع الأصدقاء ديالو، رفضوا أنهم يلعبوا معه. هذا هي المعنى ديال هذه وضعية الانطلاق. السؤال الأول، اكتب من قوله تعالى في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره، إلى إنا صببنا الماء صبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لم يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا. صدق الله العظيم. السؤال الثاني، ما معنى قتل الإنسان ما أكفره؟ المعنى ديال قتل الإنسان ما أكفره هي لعن الله الإنسان الكافر لأنعمه. السؤال الثالث، حدث علي أصدقاؤه عن قدرة الله تعالى، عن قدرة الله التي تتجلى في مخلوقاته ونعمه التي لا تعد ولا تحصى كنعمة الصحة، فما هو واجبك تجاه النعم التي من الله عليك؟ واجبنا تجاه النعم التي من الله علينا بها هي أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، أن نحمده ونشكره. سؤال موالي، رابعا، أشار علي إلى ضرورة حسن التعامل مع الآخر مشيرا إلى قدوتنا في ذلك الرسول الكريم الذي ظل مشمولا برعاية الله وحفظه. أذكر مظهرا من مظاهر حفظ الله ورعايته لنبيه. المظهر من مظاهر حفظ الله ورعايته لنبيه هي حفظه من عبادة الأصنام. سؤال خامس، وضح علي لأصدقائه فضل الصلاة في تطهير النفوس والتحلي بالسلوك الحسن في التعامل مع الآخر، وأنه يجب التهيؤ لها بالوضوء، وإذ تعذر قام مقامه التيمم.
اذكر موجبين من موجبات التيمم. الموجب الأول هو العجز عن استعمال الماء، العجز عن العجز عن استعمال الماء. والثاني هو عدم وجود الوضوء، عدم وجود الماء للوضوء أو الغسل، عدم الموجب الثاني هو عدم وجود ماء للوضوء أو الغسل. السؤال السادس، تحدث علي إلى أصدقائه موضحا لهم أن الشخص المعاق له نفس الحقوق التي يتمتعون بها بما في ذلك حقه في اللعب، وأنه يجب معاملة حسنة. ضع علامة أمام العبارة الصحيحة، المعاقون متساوون في الحقوق رغم اختلاف لونهم وجنسهم ودينهم. نعم، هنا نوضع علامة هنا. للمعاقين الحق في اللعب وليس من حقهم الرعاية الطبية، لا، الأسبقية في كل الخدمات يجب أن يحظى بها المعاقون، لا. وإلا بغيتو تطالعوا على التصحيح مكتوب يجب زيارة موقعنا في الرابط أسفل في صندوق الوصف. وبالتوفيق للجميع، نتمنى اللي مازال ما اشتركوش في القناة ديالي اشتركوا في القناة ديالي باش ان شاء الله مزيد من العطاء والتفوق. وأخيرا أتمنى التوفيق للجميع.